تسكر تمام. أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي، معنا السيد رئيس رئيس الجميع، عفوا أعتذر، معنا السيد رئيس الرابطة المغربية للمواطن وحقوق الإنسان، كذلك معنا أستاذ من هيئة المحامين، كذلك معنا السيد من هيئة الرابطة المغربية لحقوق الإنسان. مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من مدينة القنيطرة اللي غنتكلموا على الموضوع ديال الشاب اللي قتلوه البوليزاريو، كيف ما بهذا المعنى، كيف ما أنتم دخلتوا على الخط وكنشوفوا أنكم درتوا واحد المقال اللي تكلمتوا عليه في هذا المجال. مرحبا بك مرة أخرى سيد إدريس، قدم نفسك. أهلا وسهلا، ادريس دراوي، الرئيس الوطني الرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان. احنا اليوم ليس امام حادث وفاه شاب في سطح، انما نحن امام واحد تصعيد خطير تقف وراءه منظمه نعتبرها ولا يمكن تصنيف ممارساتها الا ضمن الممارسات ديال المنظمات الارهابيه. منظمه اعلنت منذ 20 نوفمبر 2020 عن وقف اطلاق النار واعلنت الحرب على المغرب. منظمه ما فتئت تقصف، تقوم بخطاب تحريضي، سبرنا اغواره للا وجدناه، مثل الخطابات ديال داعش والمنظمات الارهابيه تهدد المغاربه بالقتل بالاسر بكل انواع التهديد والوعيد، مدعومه سياسيا وعسكريا من نظام عسكري طاغي يقتل شعبه، يحرق الاراضي ديال منطقه القبائل، يخنق الانفاس، جعل الجزائر دوله قمعيه لا تحترم الحد الادنى لحقوق الضاع. وهذه التطورات ادت الى مرحله جديده وهو قصف المدنيين. نحن نعتبر وفاة الشاب المغربي هو الآن ضحية من ضحايا الحرب الإرهابية التي تشنها البوليساريو كمنظمة إرهابية. ومن هنا فنحن أولا نسائل الرأي العام العالمي ماذا ينتظر لتتدخل الأمم المتحدة بحزم، لتتدخل الاتحاد الإفريقي ويقوم بتعليق الدولة الوهمية من عضويته، لماذا لا تتحرك الآلة، لا تتحرك الحكومة المغربية لسن قانون، وهذا طالبنا به عدة مرات، قانون يؤكد على أن البوليزاريو منظمة إرهابية. هذا من الخطوات الأساسية. كيف يمكن لنا كمغاربة أن نطالب الأمم المتحدة، نطالب المجتمع الدولي، نطالب المنظمات الدولية بتصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية، ولم تقم الحكومات المغربية بتصنيفها كمنظمة إرهابية؟ نؤكد على هذه الخطوة الأساسية، أن يتم سن قانون خاص بتصنيف منظمة البوليزاريو كمنظمة إرهابية، ويرتب الجزاءات الملائمة على كل من تعامل معها أو مد يد لها يد العون من المغاربة أو الأجانب. ولن أصبحت تقصف المدنيين تهدد المغاربة، ويمكن هذا التساهل في التعامل معها لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي، أن يذهب بها لتطوير إجرامها إلى ما أبعد من ذلك، إلى التفكير في احتجاز واقتياد مواطنين مغاربة، إلى قذف أو إلى إعلان حرب أكبر مما هي معلنة. نحن نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية في التصدي لهذه المنظمة الإرهابية على الحدود، ولكننا نؤكد أنها تتمتع بنفوذ عسكري
قوي من دولة الجزائر التي وفر ميزانيتها من أجل التسلح لتهديد استقراره والمسار التنموي الذي يعرفه المغرب رغم كل المشاكل التي نعرفها كسائر البلدان ونطالب بتحسينها في واحد الجو ديال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، لكن أن تتطور الأمر إلى قصف المدنيين دون أن تتحرك الحكومة، دون أن يتم إعلان على انعقاد البرلمان بغرفته، فهذا تساهل كبير. كما نؤكد من جهتنا الدور المهم والموقف الشجاع الذي أعلنه ممثل المغرب في الأمم المتحدة بنيويورك السيد عمر هلال، والذي يتصدى بشكل قوي لكل الأطروحات الجزائرية. نحن في المنتدى الدولي نواجه الجزائر لأنها هي الداعم وهي الممول وهي التي تقوم بتوفير الغطاء السياسي والغطاء الدبلوماسي لهذه المنظمة الإرهابية على في المحافل الدولية، وبالتالي فنحن نتمنى من الحكومة أن تدعو إلى اجتماع البرلمان بغرفته، أن تصدر قرارا جريئا بإعلان واحد اللجنة في وزارة العدل من أجل سن قانون يصنف البوليزاريو كمنظمة إرهابية، أن تقوم بحملة على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى مجلس لجنة السلم والأمن بهذا المجلس من أجل التصدي لهذا المسار الخطير الذي يمكن أن يعرف تطورات أخطر، وهذا يهدد الحق في الحياة ديال المواطنين المغاربة والمواطنين الصحراويين والعديد من الضحايا الذين يمكن أن يسقطوا نتيجة هذه الممارسات لمنظمة لا تعرف لحقوق الإنسان وللحريات سبيل. ونؤكد أننا بصدد وعلى المستوى الوطني والقاري وكذلك الدولي، ويمكن الأستاذ محمد نودي وهو من محامو الرابطة ومن أعضائها الناشطين أن يقدم لكم مزيدا من التوضيح في هذا الإطار. شكرا لك سي زراوي، ومعنا الآن الأستاذ محامي محمد نودي وأيضا عضو في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذي. شكرا جزيلا. أولا كعضو في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكمحامي، وعلى إثر هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي شنته عصابة البوليزاريو، هذه المنظمة الإرهابية التي تبنت فعلا هذا الاعتداء الإرهابي، نقول على أن هذه الجريمة تعتبر جريمة إرهابية دولية بكل المقاييس، والتي يتعين بعد انتهاء طبيعة الحال الأبحاث التي أمر بها السيد الوكيل العام للعيون، وبعد الخروج النتائج التي بعد إنجاز هذه الأبحاث وتتمتها، أقول على أنه من حق الدولة المغربية بجميع مؤسساتها أن تتخذ ما يتعين إزاء ما تعرضت له أراضيه وسلامة مواطنيه في تلك الأجزاء الغالية من وطننا الحبيب، ونحن بدورنا كدفاع وكجزء لا يتجزأ من المؤسسات هذا الوطن كدفاع، يعني نعبر عن استعدادنا التام أن نمضي قدما في جميع الإجراءات سواء أمام المحاكم القارية أو حتى أمام القضاء الدولي ليكون المنتظم الدولي على بينتين، وحتى تترتب الجزاءات إزاء ما تعرضت له تراب المملكة وما تعرض له مواطنيه من اعتداء أسفر عن مقتل شاب في مقتبل العمر وكذا سقوط عدة جرحى، وبالتالي فنحن نعتبر هذا الاعتداء هو إرهاب بكل المقاييس، خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وخاصة وكذا بعد إعلان هذه المنظمة الإرهابية البوليزاريو بعد استرجاع موقع القرقارات من طرف القوات المسلحة الملكية، وإعلان هذه الأخيرة منظمة البوليزاريو أنها أصبحت في حل
من طرف واحد بخصوص وقف إطلاق النار. وبالتالي فالمملكة المغربية بمؤسساتها الوطنية يحق لها أن تلجأ إلى القضاء سواء الإفريقي من خلال المحكمة الإفريقية وكذا التابعة لمنظمة الأمم للاتحاد الإفريقي وكذا القضاء الدولي أمام محكمة جنائية الدولية. ونحن على استعداد أن نمشي نمضي قدما في هذه الخطوات. وشكرا. شكرا لك أستاذي. غادي ندوزو مباشرة للأستاذ شهيد اللي هو عضو في الهيئة هو عضو في الرابطة المغربية للمواطنة والحقوق. مرحبا بك أستاذي. الشاب اللي مات كبر العمر ديالو 33 سنة وأيضا هو من جنسية مغربية مقيمة في الديار الفرنسية. جاء أسبوع فقط للمملكة المغربية باش يدوز واحد القضاء أخرى مع الأسف شكرا على قناة شور تي في. ما يمكنليش نضيف اكثر من ضيف السيد رئيس نودي. فقط انا غيمكن نقدم تعزي ديالي لأسرة الشهيد وكذلك غنطلب الصبر للعائلة ديالو والله يصبر المغاربة كاملين في هذه المحنة هذه. اما بخصوص التدخل ديالي فكنظن ان التدخل ديال السيد الرئيس والاستاذ النودي كان كافي والله يرحم الشهيد. شكرا لكم متابعين فاضل وشكرا للسيد الرئيس وشكرا للاستاذ نور الدين كذلك شكرا للشهيد. شكرا لكم ايضا متابعين افضل متابعين قناه شفتي قناه الشعب. ما قال الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو بتاخر ان شاء الله. كنتمنى جميع المتابعين افضل انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. شكرا لكم.